يا جماعة الخير، باقي أقل من أسبوع يفصلنا على انطلاق مونديال قطر 2022. الجماهير بدأت توافد بأعداد كبيرة على الدوحة، والكل من أجل تشجيع 32 منتخب من أجل حلم المونديال. احنا بينا في روتو قطر باش نقصوا أكثر في أجواء البطولة، ونقدم لكم من المجموعات والمنتخبات اللي رشحها للمرور للدور القادم. مرحبا بكم في الحلقة السادسة من روتو قطر 2022. مرحبا بكم. واخيرا بعد طول انتظار، المونديال العربي الاول في التاريخ على وشك الانطلاق. كل المنتخبات دخلت في المنعرج الحاسم في تحضيراتها لكأس العالم. خلينا مالا نستعرضوا مجموعات البطولة وترشيحاتي للفرق اللي باش تمر للدور القادم من كأس العالم قطر 2022. Let's go. المجموعة الاولى واللي ضم اصحاب الارض اضافة للإكوادور والسينيغال وهولندا. على الورق المجموعة متوازنة، ولكن وجود الدولة المستضيفة فالاكيد ديما يكون عنده افضلية، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في مباريات العناب. المجموعة زادة ضم المنتخب الهولندي اللي يرجع بعد غيابه في دورة 2018 بمشوار ممتاز في التصفيات الأوروبية. المنتخب يضم عديد اللاعبين الشبان إضافة إلى عناصر الخبرة كما مانفيس ديباي والمدافع فان دايك. ثالث المجموعة منتخب السنغال بطل إفريقيا سنة 2021 باش يكون من المراهنين الأساسيين على ورقة الترشح في المجموعة هذه. وترسانة قوية من اللاعبين المحترفين يتقدموا من السينيغالي ساديو ماني اللي مشاركته بين الشك واليقين بعد إصابته مع فريق بايرن ميونخ. الإكوادور باش يكون رابع المجموعة في رابع مشاركة ليه في المونديال، واقتلع ورقة الترشح في المونديال في مجموعة صعبة وعلى حساب فرق كبيرة كيما البيرو وكولومبيا. ترشيحات تصب للفريق الهولندي باش يتصدر مجموعته. العناب القطري زادة رشحوا انه يكون الثاني في المجموعة. السينيغال قد يحدث مفاجأة او يترشح، اما الإكوادور فان نستبعد مرورها للدور القادم. المجموعة الثانية باش تضم ديربي بريطاني خالص بين انجلترا وويلز، إضافة إلى منتخبات إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نعتبر المجموعة الثانية مفتوحة على كل الاحتمالات. انجلترا بعد نكسة نهائي اليورو مع سرعات رحيم ستيرلينغ وهاري كين باش تصنع الفارق وباش يكون مراهن جدي على تصدر مجموعته. الجار الويلزي باش يرجع للمونديال بعد أكثر من 60 سنة غياب، وباش يكون ربما المونديال الأخير لكابتن الفريق جاريث بيل، واللي باش يخلي الفريق يلعب بدون ضغوطات ويقدم أفضل ما عنده. الولايات المتحدة منتخب قاعد يتطور بشكل سريع وقاعد يحضر في جيل جديد. طريقة لعب سريعة وعصرية قاعد ينجم يعاود سيناريو 2010 و2014 ترشحوا للدور الثاني. أخيرا المجموعة باش تضم منتخب إيران اللي ترشح للمونديال للمرة الثالثة على التوالي واكتسب خبرة المشاركة في المونديال، وأصبحت من المنتخبات الآسيوية المتعودة على المشاركة في كأس العالم. الفورس باش يستعينوا في منتخبهم بعناصر الخبرة كيف المدافع إحسان حسافي والمهاجم كريم أنصاري فارد من أجل تقديم وجه مشرف والإبقاء على حظوظهم عالية. ترشيحاتي باش تمشي لتصدر لإنجلترا لمجموعته. ويلز باش يكون في المركز الثاني، أمريكا قد تحدث المفاجأة، ونستبعد ترشح إيران في المجموعة. المجموعة الثالثة ضم أرجنتينا السعودية المكسيك وبولندا. في نظري نعتبرها مجموعة قوية بحضور مرشح جدي للقب وهو منتخب الأرجنتين بطل الكوبا أمريكا. التشكيلة باش تكون متميزة بحضور نجوم كبار كيما أوتاميندي، دي ماريا ومارتينيز، والمعنويات باش تكون مرتفعة من أجل نسيان خيبة 2014 في النهائي وإعادة اللقب الغايب منذ 86. المكسيك باش يكون كيما عادته لاعب أساسي في المجموعة بحضور عديد عناصر الخبرة كيف المخضرم كوادرادو والحارس أوشوا. بولندا زادة باش تكون حاضرة في المجموعة وهو منتخب يعول على روح المجموعة واللعب الجماعي. دار باش تكون كلها موجهة على نجم برشلونة ليفاندوفسكي، واللي الحمل باش يكون عليه كبير باش يحاول يقود بلاده للأدوار المتقدمة. الأخضر السعودي باش يكون رابع المجموعة، ورغم مشواره الطيب في التصفيات إلا أنه باش يلاقي صعوبات كبيرة ضد منافسين كبار، وباش يحاول قدر الإمكان تقديم وجه طيب وربما الابتعاد على مفاجآت غير سادة. توقعاتي باش تكون تصدر الأرجنتين للمجموعة هذه. المكسيك باش يترشح كمركز ثاني، هولندا قادرة على المفاجأة، ونستبعد السعودية تقدم أي نتائج إيجابية. المجموعة الرابعة واللي تمنى الناس الكل بحكم مشاركة المنتخب التونسي فيها، صحبة فرنسا، الدنمارك وأستراليا. وإحقاقا للحق فين القرعة حطتنا في مجموعة صعبة مع منتخب فرنسا المدجج بنجومه والمرشح الكبير للفوز باللقب والحفاظ على لقب 2018. المجموعة ممتازة رغم غياب عديد النجوم بحكم الإصابة، ومع تشكيلة قوية ضم كل من غريزمان، بنزيما صاحب الكرة الذهبية، والساري امبابي اللي باش يخطف كل الأنظار. منافسنا الثاني منتخب الدنمارك منتخب قاعد يطور في أدائه وقاعد يظهر بوجه ممتاز في المباريات الأخرى. تميز الفريق هذايا بالقوة البدنية والصلابة الدفاعية قيادة المخضرم إيريكسن، باش يكون خصم عنيد وصعب الميراث.
ثالث المجموعة المنتخب الأسترالي اللي لعب الملحق القاري وتمكن من الترشح على حساب البيرو. منتخب بيلعب الكرة السريعة على طريقة الإنجليزية ويعرف يستعمل الكرات الثابتة. سجل المنتخب الأسترالي في المونديال ماهوش كبير ومر في أغلب الدورات بجانب الحدث، لكن هذا ما يخليش إمكانية اختطافه لبعض النقاط في المجموعة. أما منتخبنا التونسي اللي شارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه فإنه يعتبر رصيد البشري للمرة هذه ربما متواضع حتى مقارنة بالدورات السابقة. العامل الإيجابي الكبير هو حضور الجماهير التونسية اللي بيشكون في أعداد غفيرة في ملعب المدينة التعليمية واستاد الجنوب. ترشيحاتي تمشي المنتخب فرنسا كمتصدر المجموعة، الدنمارك يترشح في المركز الثاني، ومباراة تونس وأستراليا قد تكون مهمة للفريقين من أجل بعض النقاط حتى يماركوا بها عدلتهم. المجموعة الخامسة وهي مجموعة قوية ضم منتخب إسبانيا العائد بقوة بفريق شاب وبعديد اللاعبين اللي بيشاركوا في المونديال لأول مرة في مسيرتهم كيف غافي، توريس وإميريك لابورتي اللي من المنتظر باش يقدموا أفضل ما عندهم ويهزوا بلادهم للأدوار المتقدمة. إسبانيا بتلقى في طريقها منتخب قوي وعتيد وهو المانشافت الماكينات الألمانية بعد مشاركة 2018 المخيبة وغادروا بها الدور الأول، إنه المرة هذه الأمال كبيرة معلقة على أبطال 2014 ليرجع هيبة الألمان وعودة الفريق على التنافس على الألقاب. موجود أسماء ممتازة كيف جوندوغان، مولر وغنابري، إنه منتظر إنه يقدم الجرمان لاعب جميل. ثالث المجموعة منتخب كوستاريكا واللي ضمن ترشحه كثالث فريق في مجموعة الكونكاكاف. تمد على اللعب اللاتيني السريع وقوة المجموعة والتعويل على الخبرات كيف الحارس نافاس اللي بش يقدم إضافته للفريق. رابع المجموعة منتخب اليابان اللي قديمة منتخب آسيوي قادر على المباغتة. صحيح التركيبة الجسمانية للاعبي اليابان قد تسبب لهم أحيانا بعض الإشكاليات مع الفرق الأوروبية، لكن الفنيات الحاضرة في المدرسة اليابانية وحضور لاعبين متميزين كيف ياما يوشيدا فإن المنتخب هذا قادر ديما على صنع الفارق وتحقيق نتائج إيجابية. ترشيحاتي تصب ألمانيا في المركز الأول، إسبانيا في المركز الثاني، اليابان في المركز الثالث، وكوستاريكا في آخر الترتيب. المجموعة السادسة مجموعة قوية وتضم كل من بلجيكا، كرواتيا، كندا والمغرب. كرواتيا وصيف 2018 ورغم تراجعه النسبي في الأهداء مازال فريق يفرض الاحترام ويتعمل له ألف حساب بحضور عديد عناصر الخبرة كيف بيريزيتش والنجم مودريتش اللي قد يكون آخر مونديال ليه. بلجيكا ثالث مونديال 2018 نعتبرها من المرشحين البارزين على اللقب، هو بالمناسبة من الفرق المنتظمة في الأداء واللي يتسم ديما بشخصية البطل والقدرة على تجاوز المباريات الصعبة. كمان تشكيلة منتخب بلجيكا تضم عديد اللاعبين الجاهزين والسريعين كيما دي بروين، لوكاكو وسريع إيدن هازارد واللي فضل جاهزيتهم العالية قادرين ينتصروا على أي منتخب. المغرب الشقيق باش يشارك في المونديال للمرة السادسة في تاريخه. مجموعة أسود الأطلس متميزة النسخة هذه، قيادة عديد من المحترفين في الدوريات الأوروبية كيف حكيمي وبوفال وزياش. المرة هذه ينتظرنا المغاربة تقديم وجه مشرف واللعب بين الدية على الترشح. أما آخر المجموعة السادسة فهو كندا اللي شارك في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، وهو منتخب قاعد يتطور بشكل كبير بفضل انتشار كرة القدم في كندا في عديد المقاطعات في المدة الأخيرة. ستيل المنتخب الكندي يتشبه برشا المنتخب الأمريكي من حيث القوة البدنية والسرعات وإتقان الكرات الثابتة، وباش يفرض الحذر على كل منافسيه في المجموعة. ترشيحاتي تصب بلجيكا المركز الأول، كرواتيا تترشح في المركز الثاني، المغرب قادر على صنع المفاجأة، ونستبعد ترشح كندا إلى الدورة. المجموعة السابعة مجموعة مختلة القوى بفضل تواجد منتخب البرازيل اللي منتظر باش يسيطر بالطول والعرض على المجموعة هذه. ننتظر من السيليساو تحقيق 9-9 في الدور الأول وحتى الظفر باللقب، لأنه قائمة المنتخب للمرة هذه فهي حقيقة قائمة مرعبة والنجوم فيها لا تحصى ولا تعد. نيمار، تياغو سيلفا، كازيميرو، فينيسيوس، في كل مركز تقريبا عندك 4 لاعبين من أعلى تيراس، وبالتالي الطريق باش يكون مفتوح على مصراعيه للدور القادم. مع البرازيل منتخب سويسرا اللي قلب الطاولة على منتخب إيطاليا مكن من افتكاك ورقة الترشح للمجموعة. مجموعة السويس متناغمة ويقودها النجم شاكيري، لكنها تفتقد النجوم الكبار قادرين على صنع الفارق. صربيا ثالث المجموعة كيف كيف قلب الطاولة في البرتغال في التصفيات في الجولة الأخرى، وفي ديما التقاليد في اللعب بالدفاع الصلب واللعب على الهجمات المرتدة، تعويله على عناصر الخبرة كيف تاديتش. مع المجموعة منتخب الكاميرون اللي احتل المركز الثالث في كاس افريقيا المقامة في الليل، قديما منتخب يفرض الاحترام رغم كثر الخيبات ربما في عديد المرات. مع الضغط الكبير اللي سلطه رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيتو على اللاعبين، وهذا قد يقلب كل المعطيات ويجعل من الكاميرون لاعب اساسي في المجموعة. ترشيحاتي تمشي البرازيل طبعا في صدارة المجموعة، صربيا في المركز الثاني وسويسرا نستبعد مرورها للدور الثاني. المجموعة الثامنة وهي المجموعة الأخيرة، فيها كل من البرتغال، غانيا، كوريا الجنوبية والأوروغواي، وهي مجموعة متوازنة ومفتوحة على كل الاحتمالات. البرتغال ديما منتخب يعرف كيفاش ياخذ نقاطه
ومع المونديال الأخير لكريستيانو رونالدو راهو عزيمة كبيرة مع عديد اللاعبين ذو الخبرة كيف بيبي واللي باش تلعب لمصلحة المنتخب البرتغالي. في المقابل منتخب الأوروغواي زاد رجع من بعيد باش يكون منافس جدي على الترشح. أسماء كيف سواريز، كافاني، جودين قادرين على صنع الفارق ظفر بكل نقاط مباريات. كانت المجموعة منتخب البلاك ستارز غانا ترشحوا بصعوبة في المونديال فارق الأهداف. منتخب غانا في السنوات الأخرى تراجع أداؤه وفقد باريكو، الكل يعول على أصحاب الخبرة كيف الثنائي أيو من أجل إعادة أمجاد النجوم السوداء. آخر المجموعة منتخب كوريا الجنوبية اللي ديما ما يتميز في التصفيات الآسيوية ويحسمها على بكري. منتخب كوريا الجنوبية يقع ديما منتخب متوسط ولكنه قادر على صنع الفارق في آخر اللحظات. ترشيحاتي تمشي المنتخب الأوروغواي أولا، البرتغال في المركز الثاني، غانا قد تصنع المفاجأة ونستبعد مرور كوريا الجنوبية. هكا وصلنا نهاية الحلقة السادسة من روتو كاتار 2022. نشكركم على كل تشجيعكم اللي قاعد يوصلنا على صفحتنا في الفيسبوك وعلى قناتنا الرسمية في اليوتيوب. تابعونا برشا جديد يستنى فيكم بمناسبة اقترابنا من مونديال قطر 2022. إلى اللقاء.